كابتن عادل الف مبروك، فوز مستحق وحفاظ كمان على صداره الدوري المنفرد. واسباب مهمه جدا، 6 اسباب. الشوط الثاني ادى للنادي الاهلي انه يوصل للنتيجه دي والاداء الجيد ده. السبب الاولاني قرب الخطوط. قلنا البعد كان في الشوط الاولاني، دلوقتي كان في قرب خطوط، عشان كده كنت بتاخد الكره الثانيه. الكره الرقم 2 اللعب المباشر، ما مسكتش الكره كتير. عبد القادر وقفشه كانوا بيلعبوا اللعب المباشر والتحرك المباشر. 3 تمركز اللاعبين الاكثر من رائع، ما كانش فيه يعني مخالطه في اداء او في الاماكن، كل واحد بيلعب في الحدود بتاعته او كل واحد بيلعب في مكانه، ودي حاجه كويسه جدا انك انت تبقى في سبورت في كل مكان، عشان كده انت اللي كنت بتتفوق في الثنائيات كلها. الكره الثانيه انت اللي كنت بتاخدها، ده رقم 5. القوه البدنيه رقم 6. اهم بقى الحاجات اللي كسبت النادي الاهلي، القادمون من الخلف، ودي حاجه مهمه جدا. قفشه صحيح، ديانج دايما الفرق، يعني انا قلت لك 6 اسباب بس ده اهم سبب فيهم. دايما الفرق الكبيره حته الزحمه بتبقى في القلب دايما في الناحيه الدفاعيه قدامه بتبقى كتير قوي، لان كل الفرق بتلعبه من 30 ياردة الاخيره. لما يجي لاعب زي قفشه يخترق ويشتغل، بس الباص الهايل من السوليه، صحيح، ونظره السوليه قبل ما الكوره تجيله انه محضر الباص ويباصيه، وجاري قفشه ان تايم في الوقت ده ويروح وتصرفه، واول ما يوصل للجون قفشه ما يترعش وياخد الجون ويرقصه وياخده على الحته الثابته، وبعدين وصل بعديها ما استعجلش وحب يحطها بسرعه تأني حد ما يظبطها جوه الجون. كل الحاجات دي دروس كتيره. الجون الثاني ديانج، فانا مش عاوزين اتكلم على الجون، اكيد هتحللها كابتن، ولكن انا بقول لك الست اسباب المهمين دول مخلوك انك انت توصل لده. في بقى سببين عندنا كمان لقدام ترعب اي حد وراك. المكسب ثم مكسب ثم مكسب. الناس اللي وراك مش عارفوا يدبدبوا وراك، لانه بيخافوا اصلا. ده هم لما بيبقى قدامك وانت بتدبدب من ورا بلغه الكوره بيخافوا، بيبقوا مرعوبين. لكن انت لو مشيت بالخطوات دي تبقى جاي. الحاجه الثانيه تجهيز اكتر من لاعب. النهارده شفنا في 3-4 لعيبه نزلوا اشتغلوا، شادي وسافيو وميسي الجديد، ويعني المكسب بيخليك تأدي. وفي بعديها لما هتروح بقى النادي وبكره وبعد وبعد، انت عندك لغايه يوم الخميس ان شاء الله باذن الله، فانت عندك اريحيه، ما عندكش مشاكل نفسيه. اهم ما في الفرق الكبيره انه ما يبقاش عنده مشاكل نفسيه في الضغط، لانك انت هو مش الطبيعي، هو مش الطبيعي انه يكون جمهورك ما بيحبش الا المكسب بس. ده مش طبيعي، واحد عندنا بس في النادي الاهلي، في العالم كله ده حاجه مش طبيعيه. واحنا خدنا على كده، ما هم اللي علمونا كده وعودونا على كده. لكن انت لما تيجي تضغط يا كابتن ايمن طول الوقت وبتشتغل تحت ضغط، وانت اصلا مضغوط من النتيجه، اصلا انت مضغوط لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب لازم تكسب، فانت تشتغل الاسبوع ده باريحيه. انا بقول لك وعددت لك قبل المباراه، قلت لك النادي الاهلي في اخطر شهر في السنه عنده، هيطلع من بطوله لبطوله لبطوله. انت تلعب كابتن، انت تلعب في شهر واحد 4 بطولات، صح. بمعنى تلعب دوري، كاس مصر، كاس مصر، كاس عالم، كاس عالم، كاس افريقيا. انت بتتكلم في 4 خطط مختلفه، 4 اجواء مختلفه، 4 سفريات مختلفه. انت بتتكلم في مجموعه لاعبين عندك ممكن يخرج من كاس مصر بيلعب على الخروج المباشر، وبعدين يلعب له ماتش على جمع ابنات، وبعدين يروح يلعب مع فرقه عظيمه في كاس العالم للانديه، عندك ماتش بعديه مع المنافس يوم 21 كمان، بعد يوم 17 بعد كاس مصر. بص انا مش بقلل من حد في الدنيا، انا بقول لك وانا بعنيها، وانا بقول لك وانا قاعد وصادق، روح لعيبه النادي الاهلي محدش هيقف قصادك، صح. انا بكلمك في مصر بس، لو خدت حقي، ما هو بص يا كابتن، حتى لو ما خدتش حقك غصب عنهم هتاخد حقك، لانه هيخافوا منك. انا بقول لك
العب بروح النادي الاهلي بس، ولا حد هيحصلك طبعا، ولا حد هيجي لك، لانه خلينا نبقى منطقيين، انت الافضل عناصر مظبوط، انت الافضل تنظيم، انت الافضل اداره مظبوط، انت يعني انت 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 بتكلم على النادي الاهلي طبعا العظيم. انت شفت قفشه اللي عمله النهارده؟ وراح لجمهور الاهلي بس انا زعلان منه، حد يرفع انا زعلان منه فانيلا كده، ولكن بص علشان خاطر عيون جمهور النادي الاهلي ماشي نسيبه، لكن مفيش لعيب يقلق لنا لانك انت في النادي الاهلي، هو لما تجيب جون عادي في اي حاجه، طريقه تعبيره يعني، هو طريقه تعبيره كانت كده، كان النادي الاهلي وانتم على دماغي من فوق كانوا ضاغطين عليه هو بينه وبين الجماهير، فاحيانا الضغوط بيطلعوا كلام مش مظبوط، الضغوط احيانا بتخليك تعمل، بيطلع اللي عنده. انت قلت كلمه عجبتني، الناس بتحبه جدا عشان ايه؟ القاضيه حلو، بس شوف هو في حته تانية. لا واقول لك حاجه، اقول لك حاجه، قفشه من اللاعبين نفسيا لو اتعاد هيبقى افضل. أيوة. هو في الوقت الحالي بدا يبقى يعني يلعب يفوق بصوره منتظمه، بيلعب بصوره منتظمه. أيوة. ما في لعيبه كده انا عايز اقول لك حاجه نفسيا، معلش قفشه دايما بيوجعك. خدت بالك الكوره زي اللي خدها النهارده وعدى ورقص وجاب الجون ده يوجع ناس كتير الجون طبعا، الكوره اللي عملها يوم ليه مواقف نجوميه كده خدت بالك ومحسوسه، عشان كده اللعيب الكويس بتاعك انت بتبقى عايزه دايما كويس مزبوط. بتبقى عايز منه الماكسيمم مظبوط، بتبقى واثق فيه ان هو البلاي ميكر وهو اللي يقدر يجيب الجون ويقدر يعمل. لا لا، وفي حاجه، في حاجه كمان يا كابتن شريف، ضربات الثابته. لا في حاجه كمان، هو الجمهور يقول لك ايه؟ طبعا الجمهور النادي الاهلي العظيم بيحب كل لعيبته، بس يقول لك ايه؟ الله، طب ما قفشه هو عنده الحاجات دي، ما قفشه عنده حاجات كتير كويسه، ما السوري عنده حاجات كتير كويسه، أيوة أيوة. ما الشحات عنده حاجات كتير كويسه. خلاص يا جماعه انتوا ما تقولوش عن الكلام ده، ما هو انتوا ما احنا بنقعد أنا هنا، انا عايز منك، عايز انت الافضل على طول كابتن ايمن. احنا بنقعد هنا، انا كنت عايز اتفضل عشان برضو نشرح بعض الامور للناس. أيوة. الناس لازم ما بتقعد تتفرج عليك في حاجات الناس ما تعرفهاش. كابتن بلال بيقول حاجه، كابتن اسامه حضرتك بتتكلم، كابتن عادل، بنشرح لهم ليه ساعات الحاله الفنيه بتبقى متاخره، ليه ساعات احنا بنتاخر في الشوط الاول، ليه ساعات ما انت عندك ظروف بتمر بيها النهارده. لما تلاقي يعني اربع خمس لعيبه ناشئين موجودين تحت، اذا في علامه انك انت عندك اصابات، عندك حاجات، ناس غايبه. ما هو مش ده، ما هو حرام كمان على المدير الفني كمان اللي هو بيجي محروم من ثمان لعيبه. يعني كمان بترجع تقول الراجل ده كويس ولا مش كويس، الراجل ده لا لسه مش، ما هو ده غصب عن اي حد. السكواد اللي عندك لو هو السليم اللي عادل بيقول عليه النادي الاهلي، الدنيا كلها تخاف منك. فالنهارده لما يبقى يوم قفشه وبكره يوم امبارح يوم السوليه كويس، وبعده عبد القادر، وعلى طول ان شاء الله الحمد لله علي معلول، محمد هاني بيرجع مستواه، فكل ده يا جماعه ده دورنا احنا هنا والرؤيه اللي الناس بتشوفها. بس مش اكتر. اكمل فكرتي يا كابتن. اتفضل يا كابتن. اهم ما في الموضوع انت توصل اللاعب بتاعك للروح العاليه اللي هي بتاعته. يبقى الحاجات الاسهل المهاره والفكر، انت اعلى وانت احسن وانت اقوى. خلي بالك اسم النادي الاهلي بيديك 30% فوز، الفرق بتنزل تخاف، انت بتتكلم في النادي الاهلي حتى لو فرق كبيره قوي بيبقوا خايفين تعمل منه. حسابك لما ينزل يلاقيك في وقت من الاوقات بلغه الكوره مرخخ شويه، ايه اللي بيحصل؟ يطمع شويه، لا انت الماتش اللي فات قوي خلصت الماتش ده، الشوط الاولاني ما كناش بالصوره القويه، هم كانوا متحفزين قوي جريوا كتير، الشوط الثاني لعبت لعبك روحك العاليه كسبت، وكسبت سهل، وانبي مش من الفرق اللي هي معاهم مدرب محترم، طلعت يوسف بيعرف يدافع كويس، فلازم تعرف انه النهارده والماتش اللي فات مديك دافع كويس طبعا، والناس تعرف ان الناس دي بتتعب وهتخرج على كاس مصر بعديها، دوري ودوري وبعدين كاس مصر وبعدين كاس العالم للانديه، الموضوع مش سهل يعني. عايزين الجمهور برضو يعني هو عنده حق في كل حاجه، واحنا عمرنا ما الجمهور اهم مننا، بس طبعا. انا عايز اقول لهم خلينا نقول لكم ان الفرقه اوقاتها صعبه، مش في اريحيه اللي انتوا شايفينها، انتوا انتوا عندكم يعني تحديات كتير جدا، تحديات جدا كتير صعبه وصعبه. صحيح. يعني يمكن الناس علشان بيحبوا الاهلي قوي وعارفين ان هو يعني النادي الاهلي نادي عظيم فعلا، بس التحديات اللي هو فيه بتيجي في اوقات بتبقى زياده على اللزوم ما يستحملهاش بشر يعني. يعني
السفر ده حاجه يعني قعده الطياره ثم تنزل تنام تغير مكانك ثم تلعب ومدارس مختلفه. انا ليه بدوس على الحاجات دي دلوقتي يا كابتن؟ لاني لما حصل من اسبوعين ثلاثه كده هزه في الفريق، الناس كلها قعدت تتكلم في ايه، ان الناس كلها قعدت تتكلم انهيار مش انهيار، ولما كان حد يتكلم كلمه ايجابيه ويدافع او يسند الفرقه سنده انت فاهم كان يتكلموا عليه بصوره مش جيده. خلي بالك لازم تعرفوا عشان تفرحوا، انا بكلم جماهير الاهلي عشان تفرحوا كويس، من مصلحتنا كلنا ان اللعيبه دي طول السنه تبقى كويسه. اوعى احنا بنعوم جوه البحر، يعني انت راجل بتعوم جوه بحر انت فاهمني يا كابتن، لا حاجه من الحاجتين، لا توصل للشط هتوصل بمين؟ بنفس الناس اللي موجوده. لا تحصل ايه؟ لا نقضي عليهم ونقعد يعني بمعنى ايه؟ اللي تقعد طول الوقت ما تدافعش عليهم فيقعوا منك، فانت مش هتلاقي حد يكمل بيك. بس خلي بالك هو ده الجسر اللي بيعديك، هو ده الجسر. جماهير النادي الاهلي، انا ما بتكلمش على جماهير الاهلي، انا عارف، بس جماهير النادي الاهلي في الماتشات الاخيره بتدي درس لجمهور. هو ده جمهور الاهلي بالظبط، عمره ما زعلك هو خالص. بس هو يعني عايزك هو في افضل صوره كابتن. هو بيهمه حاجه واحده، ايوه يهمه قلبك طبعا. خلي بالك دي صحيح. مهمه، يا اما بلغه الكره يهمه احساسك بيه كمان، قلب اللاعب صحيح. هو يقول لك يعني بص تلاقيه بينظر على اللعيب في طول التاريخ، القوي المخلص الجدع المتفاني، كل الحاجات دي طول التاريخ بتاع جمهور النادي الاهلي، وبيدي درس جمهور النادي الاهلي صحيح، وبيدي درس دروس مش درس. والايام اللي جايه دي، الايام اللي جايه دي اقفوا جنب الفرقه ان شاء الله، علشان عندنا تحدي اكبر انتوا مش واخدين بالكم منه. لما نرجع من كاس العالم للانديه هيبقى في ضغط مباريات كتيره قوي، لازم نقف جنب الفرقه كلها. هم واقفين جنب الفرقه على طول وجنب النادي الاهلي على طول، وطول عمر جمهور النادي الاهلي كده ان شاء الله.